أنه الحفاظ على التراث أو الحفاظ على الوجود، لا وجود لمن ليس له تراث ولا ثقافة لشعب لا يمتلك تراث، لأن التراث يحافظ على هوية الشعوب وثقافاتها، وهو الخزين، يعني هو الخزين واللي يمول المعرفة والمهارات التي تتناقلها الأجيال. ومنتدى برطلي اعتياد يشقل العاتقة، يعني هذه مهمة ما عدا مهمات أخرى ثقافية، المحافظة والتركيز على التراث وخاصة التراث السرياني وبالأخص التراث السرياني البرطلي، لأنه بصراحة هناك محاولات لطمس هذا التراث، والدليل على ذلك أن الحكومات اللي حكمت العراق ما أعطت أي اعتناء بهذا التراث. فبصراحة احنا نحاول قد ما نقدر نحافظ من منتدى برطلة للثقافة والفنون وبجهود الخيرين اللي يدعمون هالشيء، نحاول نحافظ بقدر الإمكان على هذا التراث. واليوم هذه المحاضرة هي أيضا حصيلة لحرصنا على التراث وخاصة التراث السرياني. فأهلا وسهلا بكم، ونرحب أيضا بالأستاذ فيليب سعيد هدايا اللي هو من مواليد 1950، أكيد متقاعد لكنه كاتب وباحث له العديد من المقالات والبحوث نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، كتب عدة مسرحيات، هو عضو اتحاد الأدباء والكتاب السريان، وأيضا عضو بالهيئة الإدارية لمنتدى برطلي للثقافة والفنون السريانية، ناشط في مجال إحياء وتوثيق تراث برطلي. فأهلا وسهلا بالأستاذ فيليب، ونتمنى أن تكون المحاضرة تستطيبون وتستلذون بها. ومقدما شكرا. أخ إبراهيم، برطلي لها تراث، لها أصالة، لكن هناك شعوب أخرى ليس لها مثل هذا التراث. اليوم نحن تركنا هذا التراث وتركنا الأصالة، والآخرون الذين ليس لهم مثل هذا التراث بدأوا ينتجون تراث، فهي وقفة لمراجعة النفس. موضوعنا اليوم الطرق الزراعية وتأثيرها على اقتصاد برطلة. مقدمة، تميزت برطلة السرياني بكونه تجمع بشري منذ قديم الزمان، وكانت مأهولة بالسكان وأصبحت ذات شأن عبر العصور، فهي تقع على هضبة، موقع برطلة مرتفع عن المناطق المجاورة، تقع على هضبة تطل على سهل زراعي فسيح وذي خصوبة ممتازة وإنتاج زراعي وفير، كما أنها تقع على مفترق الطرق. موضوعنا اليوم هذه الطرق كيف خدمت برطلة لتنتج حضارة، وهذه الحضارة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والزراعية أيضا، هذه الطرق باعتبارها بنى تحتية، لو لم تكن الطرق موجودة لما استطاع الإنسان البرطلي أن ينتج هذا التراث
وهذه الحضارة، فهي تبعد عن الموصل شرقاً بمسافة 20 كيلومتر، تحيطها تلال أثرية. يصفها ياقوت الحموي برطلة قرية كالمدينة في معجم البلدان. تقع شرق الموصل من أعمال نينوى كثيرة الخيرات والأسواق والبيع والشراء، ودخلها السنوي 20,000 دينار حمراء، ولها بقول وخس جيد يضرب به المثل شربهم من الآبار، شربهم من الآبار. قرية كالمدينة راح نجي عليها بعدين. أيضا في كتاب منية الأدباء في تاريخ الموصل الحدباء لإسماعيل العمري، ما نصه عن برطلة وزراعتهم الحنطة والشعير، وهي تبعد 6 ساعات طبعا مشيا عن الموصل، وتقع على يمين الطريق التي تصل الموصل بأربيل. نأتي قبل التطرق على الطرق وأنواعها وأهميتها، ندخل في موضوع اقتصاد المنطقة. مثلاً بالعودة إلى سجلات وثائق الدولة العثمانية، نرى أن برطلة اعتبرت إقطاعاً من درجة خاص مير لواء، معيار بالدولة العثمانية مثل بقية المدن والقرى المسيحية، والاعتبارات عديدة. فقد بلغت وارداتها في سنة 1542 بحدود 32,000 أقجع، الأقجع عملة نقدية عثمانية في ذلك الوقت. وفي القرن 19 كانت برطلة تدفع ضريبة إلى الدولة العثمانية عن النسيج في سنة 1818 بمقدار 50 طول قماش خام. طبعاً الطول القماش كان 12 ياردة، 50 طول. من هذه الضريبة نستنبط أنه حجم الإنتاج للنسيج، إذا كانت الضريبة 50 طول، فما هو حجم الإنتاج الإجمالي من هذه المادة؟ كما جاء في كتاب القوانين السلفية الذي تضمن كمية الضرائب من النسيج التي تدفعها القرى المسيحية إلى الدولة العثمانية، ويذكر أن بلدة برطلة كانت تشتهر بجودة قطنها ومنتوجها من النسيج، وهذا يدل على ممارسة مهنة الحياكة، وكلنا أدركنا هذه المهنة. واستناداً إلى سجلات ولاية الموصل أيضاً مؤرخة سنة 1554 دفتر رقم 195، فإن برطلة كان عليها أن تقدم سنوياً للموصل 850 كيلة شعير، أي ما يعادل 11 طن 11 طن بعدد السكان اللي كانوا موجودين في ذلك الزمن، كمية كبيرة. أما دفتر 660 وهو غير مؤرخ، فكانت كمية الضرائب على برطلة 1550 كيلة حنطة، ما يعادل 40 طن 40 طن حنطة ضرائب، و 1500 كيلة شعير ما يعادل 33 طن، وهذا يدل على مدى غزارة الإنتاج المحلي للبلدة، بحيث كانت الضرائب المفروضة عليها بهذا الحجم. كلنا يعلم أن المهنة الرئيسية لسكان بلدة برطلة كانت الزراعة وتربية المواشي، واعتمدوا عليها في تأمين احتياجاتهم المعيشية ومتطلبات حياتهم من خلال مقايضة جيرانهم بما لديهم من منتجات ومحاصيل مقابل ما لدى جيرانهم من منتجات ومحاصيل أخرى. وظهر مفهوم التبادل التجاري أو المقايضة بعد أن استقر هذا الإنسان، تمكن من تطوير أدواته ونشاطه، فطور مسكنه وأسلوب حياته وأدوات عمله. كل هذه المعطيات وهذا الإنتاج سواء الزراعي أو الصناعي تطلب أن يخرج هذا الإنسان خارج بلدته
فكان لابد له أن يسلك مسارات وطرق توصله إلى عمله لتحقيق أهدافه، فأنشأ عدة طرق لهذا الغرض. بالعودة إلى معاني ومدلولات لإسم برطلي، كما ذكر ياقوت الحموي، هناك عدة معاني ومدلولات لإسم برطلي، منها ابن الطل أي الندى، بالطلية الأطفال، بفرطلي الأوزان والأرطال. كل الأسماء والمعاني تتطابق مع واقع الحياة في هذه البلدة. ياقوت الحموي يقول: قرية كالمدينة. فإذا برطلي مدينة حضرية، بيوتها مبنية من الحجر والجص، لتوفر توفرهما هذه المادتين في المنطقة، فاستحقت أن تكون قرية كالمدينة. كل القرى المجاورة كانت مبنية من الطين، عدا برطلي بناءها كان من الجص والحجر لتوفره في بالقرب من الجبل، سواء كان حجر أو مرمر الذي ينتج منه الجص. اثنين، منطقة زراعية لخصوبة أراضيها، فهي تنتج مختلف المحاصيل: الحنطة والشعير والخس والبقوليات. منطقة صناعية، وخاصة صناعة النسيج والحياكة، فكانت تنتج قماش الصابوري باليوس ونسيج وحياكة الصوف مثل العباءات والملابس والجاجيب وأكياس الحنطة والشعير. أربعة، منطقة تجارية لكثرة الأسواق والبيع والشراء فيها، فاستحقت أن تكون بيت الأرطال والأوزان. مدينة لها اكتفاء ذاتي لأنها كثيرة الخيرات والإنتاج. منطقة خضراء لكثرة الأشجار والظلال والطل، بسبب الاستفادة من المياه المتدفقة من عيون جبل مردانية للخزن والزراعة. اقتصادها قوي لأن دخلها السنوي في زمن ياقوت الحموي، يعني بالقرن الثالث عشر، بلغ 20,000 دينار حمراء، وفي العهد العثماني 32,000 أقجى. من هذه المميزات نستدل على استقرار العنصر البشري في هذه المنطقة، فأنتج حضارة وتاريخ واقتصاد قوي أسوة ببقية البلدات المجاورة. بالعودة إلى موضوع المحاضرة، فإن كل هذه النتائج وما توصلت إليه البلدة من الاستقرار الزراعي والتجاري والصناعي والاجتماعي يعود بالدرجة الأساس إلى وجود شبكة طرق ومواصلات رئيسية وفرعية ساعدت الإنسان البرطلي بشكل فعال إلى التنقل والانتقال وممارسة أعماله اليومية الزراعية والصناعية والتجارية، وتطوير علاقاته الاجتماعية والإنسانية مع الآخرين، ووصول البلدة إلى هذا الوصف الرائع. هذه الشبكة من الطرق قديمة قدم الإنسان في هذه البلدة، ولا تتوفر لدينا معلومات عن أسباب تسمية كل طريق باسمه، لكن أغلبها مسمى باسم الجهة المقصودة ومساراتها مثبتة في خرائط الكادسترو في التسجيل العقاري، فهي تربط البلدة بالمساحات الزراعية لممارسة أعمال الحراثة والحصاد ورعي الماشية أو الوصول إلى البلدات والقرى المجاورة، إما للتبادل التجاري أو لممارسة الأنشطة الأخرى وتبادل المعارف والخبرات والعلاقات الاجتماعية. إذن أصبحت الطرق عنصر مهم في التنمية أو في تحرك الإنسان، في إنتاج الإنسان البرطلي. نعرف الطريق، ما هو الطريق؟ هو مسار أو شريط أرضي أنشأه الإنسان واستخدمه لتنقلاته وانتقال حيواناته ومركباته لتنفيذ أغراضه الزراعية والتجارية والاجتماعية. له بداية ونهاية ويسمى باسم الجهة المقصودة. فكل تجمع بشري يحتاج إلى إنشاء طرق عديدة لإدامة حياته وتوفير متطلبات العيش، فتوجب عليه الخروج من بيته والتوجه إلى موقع عمله أو الوصول إلى تجمع بشري آخر، فكان لزاماً عليه أن ينشئ مساراً أو طريقاً لهذا الغرض. ما هي الطرق الزراعية التراثية في برطلي؟ أعدادها وأنواعها، خواصها ودورها في ديمومة الحياة في البلدة وتطوير اقتصادها. كما قلنا أن برطلي تقع على مفترق طرق،
ترتبط بالموصل شمالا وبعقرة غربا وجنوبا بأربيل، والمساحة الزراعية من ناحية الغرب وصولا إلى نهر دجلة. وتميزت بلطلة أيضا بكثرة طرقها الرئيسية والفرعية، فكان مجموع الطرق 25 طريق، 13 رئيسي و12 فرعي. تميزت أطوال الطرق الرئيسية والفرعية بين 3 إلى 8 كيلومتر. 2، إن كافة الطرق الرئيسية الخارجة من البلدة كانت بعرض 10 متر ولمسافة كيلو ونص إلى كيلوين ونص من البلدة إلى الوادي. ويُعزى سبب هذا العرض، عرض الطريق ولهذه المسافة، هو الاستيعاب الأعداد الهائلة من البشر المتوجهين إلى الحقول في مواسم الحصاد ورعي قطعان الماشية، المتوجهة إلى مساحة الرعي صباحاً مع التباشير الأولى للفجر والعودة مساءً عند الغروب. أما الطرق الفرعية بعرض 2 إلى 3 متر، واختصت هذه الطرق بالأشطة الزراعية. فنلاحظ مثلاً طريق بغدادة، طريق كرمش، أرخد كرمش، أرخد أرمسالة، أرخد بقيمة، أرخد زنقل، أرخد شخمتي، كلها كانت عريضة، لأنه سبق وأن قلنا أن الحياة اليومية أو النشاط العمل اليومي لأهل البلدة هو الزراعة، فالزراعة موجودة خارج البلدة في الحقول، فكانوا كلهم يخرجون إلى الأراضي الزراعية سواء بالحصاد أو بالبذار أو رعي الماشية، فيخرجون مجاميع كبيرة، فكان لزاماً أن تكون هذه الطرق عريضة لتستوعب هذه الأعداد الهائلة من البشر ومن الأغنام أو الحيوانات الأخرى. تبدأ تنتشر هذه المجاميع يمين وشمال الطريق إلى أن تصل إلى الوادي. بعد الوادي يبدأ الطريق يأخذ مسار بين 3 إلى 4 أو 2 إلى 3 متر. بعض الطرق، هذه الطرق التراثية، كانت تتكون من مسارين أو ممرين، مثل طريق بغدادة وطريق أربسالة. 4، كل الطرق ترابية غير معبدة عدا طريق موصل أربيل أو موصل بغداد، موصل الرابط بين الموصل وأربيل وعقرة، طريق عقرة أيضا مبلط. 5، بعض الطرق الفرعية كان يبدأ من نقطة معينة من العقار، من الأراضي الزراعية، أما غالبيتها تبدأ من البلدة. وعلى توثيق هاي المعلومات التراثية، وشكراً لإصغائكم، وأيضاً نشكر سوريويو تي في وعشتار وإذاعة صوت السلام اللي شاركونا، وأيضاً اتحاد الصحفيين نينوى وإم لايف متئة المشي اللي غطوا حول هاي المحاضرة. حقيقة منذ سنوات إن كنا على مستوى أشخاص أو على مؤسسات كمؤسسة منتدى بارطلة للثقافة والفنون السريانية، نقوم بجمع كل ما هو شفاهي من تاريخ بارطلة وما يتناقله الأبناء عن الأجداد وتوثيقه من خلال كتابته، ثم طرحه إما كمحاضرات أو على شكل مقالات. ومحاضرنا اليوم الأستاذ فيليب سعيد إبراهيم هداي، حقيقة من الشخصيات الضليعة في هذا المجال، له إسهامات كثيرة في الجانب التراثي والفني، حتى الجانب التراثي هذا والتاريخي قد نقله إلى الجانب الفني من خلال كتابته لمسرحيات كثيرة عرضت في بارطلة، ولا زال الناس يتذكرها ويتناقل أحداثها. من هذه المسرحيات مسرحية شابو والمختار ومسرحية المختار، كانت هذه المسرحيات هي عبارة لما القصص، عن القصص والحكايات التي
تناقلها الأشخاص أو الشخصيات في برطلة، ثم حاول كتابتها أو كتبها ونقلها إلى المسرح. لذلك فهو كان اليوم مبدعا أيضا في محاضرته هذه التي كانت تحمل عنوان الطرق الزراعية التراثية في برطلة وأثرها على اقتصاد برطلة. فوجدنا محاضرة قيبة، هي بحث أنا أعتبره بحث تاريخي بالإضافة إلى معلومات موثقة تبقى هذه مصدر لمتابعتها من قبل الأجيال اللاحقة. شكرا لقناة عشتار حضورها إلى هذا النشاط وتغطيتها لأنشطتنا المختلفة. بهنام شابة شمني، مدير منتدى برطلة للثقافة والفنون السريانية. منتدى برطلة للثقافة والفنون السريانية على إقامة مثل هذا النشاط والنشاطات الأخرى، سواء عرض مسرحي أو إقامة معارض. واليوم نقدم هذه المحاضرة التي هي بعنوان الطرق الزراعية التراثية وأثرها على اقتصاد برطلة، مستعرضين كل الطرق الرئيسية والفرعية التي كان يسلكها آباؤنا وأجدادنا لغرض الإنتاج الزراعي ورعي الأغنام وتأثير هذه الطرق على اقتصاد المنطقة. فيليب سعيد هدايا، كاتب عضو اتحاد أدباء والكتاب السريان.